فريق يحترم فريق الرجاء وفريق بيلعب مباراة كرة قدم كبيرة أمام الرجاء في هذا المساء. يرجع كرة تاني خطيرة، أوبا مش ممكن، أدي جول، جول خطأ كارثي دفاعي، جول للسلام صغرطة. الله الله الله، أمادو نياس، أمادو نياس محدش يهزر قدامه. الله الله الله، يتقدم السلام صغرطة. السلام عليكم، السلام عليكم، والسلام ختام بتاع الشوط الأول. يسجل نياس، نياس 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 يا مرعب الحراس، يا ولد عليك أمادو نياس. خطأ كارثي في الدفاع المغربي، خطأ كارثي في الدفاع المغربي. مين اللي شاله ده؟ مش ممكن، أمادو نياس ده ما يتشالش. إنما أمادو نياس في الدقائق الأخيرة يسجل أول هدف في اللقاء بالنسبة للسلام صغرطة. فريق الرجاء فريق لابد أن يحترم هذا الفريق احترام كبير جدا جدا جدا، لأنه عنده مجموعة من اللعيبة، والله فرقة إضافة للبطولة، والله فريق إضافة للبطولة. شوف 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 عدم الاحترام للاعب أمادو نياس. حد يعمل كده يا رجل، حد يعمل كده يا رجل. بص المدافع، بص المدافع، بص المدافع. أمادو نياس ما تلعبش أمام أمادو نياس، ما تهزرش. يسجل هدف جميل، خطأ كارثي، خطأ كارثي من قبل اللاعب بانو. يمشي على طول الكرة تاني للرجاء، العرضية خطيرة، التعادل ممتاز، أوبا التعادل، والحارس مرة ثالثة جول، كرة بسبعة أرواح، لكن في الثالثة ثابتة. ومحسن ياجور يتعادل للرجاء، يتعادل لفريق الرجاء المغربي. الله عليك يا محسن، يتعادل محسن ياجور الآن بعد تلت ساعة أولى. يا جور يا جور يا صول يا جول. يسجل على طول تاني في المرمى المغربي، يسجل فريق المغرب في المرمى في مرمى فريق السلام صغرطة. يسجل هدف جميل 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 ممتاز محسن يا جور. يتعادل الآن الرجاء، الفريق الكبير يعود من بعيد، الفريق الكبير يعود من بعيد. والمدرب على طول الآن طارق ثابت، مدرب الآن على مستقبل الفريق، على التيم، على وضعية الفرقة. الشوط الثاني الفريق مختلف، لكن شوف كرة، كم كرة شال الحارس مرة وشال المدافع مرة، ولكن الثالثة ثابتة مع محسن ياجور بطن القدم بالخبرات الكبيرة، الخبرات المغربية الجميلة. شوف الكرة وشوف التعادل، طلعها جميلة مدافع وطلع الحارس مرة ثانية، لكن في الثالثة على طول محسن ياجور. تحولات في كل مكان، أداء هجومي مميز جدا جدا من خلال سياق المباراة، في وضعية وفي أفضلية وفي أداء راقي. تمشي كرة والهدف في الثاني، ممتاز يا ولد يا ولد يا ولد. الله، جول، جول ثاني، جول ثاني ممتاز بالنسبة للرجاء. العرضية الجميلة، شوف شوف العرضيات وشوف الكرة وشوف التحول الجميل جدا جدا. بو طيب يا ولد، بو طيب بو طيب بو طيب يتقدم الآن بالنسبة لصالح الرجاء. العرضيات الخطيرة والتقدم الهجومي الممتاز بالنسبة لصالح فريق الرجاء. على طول بو طيب مدافع الطرف يتقدم الآن، بو طيب يتقدم، بو طيب بهدف جميل جميل في مرمى السلام صغرطة. يعطي أفضلية، يعطي أفضلية بالنسبة لصالح الرجاء. اللي قلت لحضراتكم عليه طبعا فريق أفضل في الهدفين الثاني. أدي بداية جميلة، وأدي باصة حلوة أو تحرك بدون كورة، شوف العرضية.